أصل الثالث معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Inhikatu usulan amuna in pangingat panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هو محمد ابن عبد الله. Isiyai Muhammad anaki Abdullah. ابن عبد المطلب. Anaki Abdul Muttalib. ابن هاشم. Anaki Hashim. وهاشم من قريش. Iban in Hashim dengha bangsa Quraysh. وقريش من العرب. Iban in Quraysh dengha Arab. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. عليهم السلام. إبن العرب إن سليني دينها بنووس إسماعيل أنكي إبراهيم عليهم السلام. نعم. له من العمر 63 سنة. إبن كبار كرهلا سياس سين الله سبحانه وتعالى مولا كانوا من تكتو تهون. 40 قبل النبوة. كباتن تهون هو لا بسنه نبي. و23 نبيا ورسول. إبن كمان تكتو تهون نبي إيفان سين رسول إنسيا. هو نبي ورسول. إنسيا نبي سهينجا تمكن رسول ديساب. إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ نؤني بقتوجنتو بع رسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعث للناس ماذا يقول للناس؟ بيات بيراسيا بمعمانوسيا. أونين بامونسي معمانوسيا. ماذا يعلم الناس؟ أونين مع هندو نيا بمعمانوسيا. يدعو الناس إلى توحيد الله. إن رسول صلى الله عليه وسلم أنا وقت وقسيبا كتونغاليسين الله سبحانه وتعالى. وينذر ويحذر الناس من الشرك. بعوض لونتا بلا يؤنيا تواديلن يا وارنينج إما تاو شرك لونتا بيا. إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم. هربك إن بيرا إن رسول صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس. بيرا إن رسول صلى الله عليه وسلم بمن الجين إبن سين بمنوسيا. فلا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في دينه. نكت لونتا ويرون لونتا من مقهوة دينها ها أغمى سين رسول صلى الله عليه وسلم. سويرة سمود كتانية تسمود سبلم سين أغمى سين رسول صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى يجب عليهم أن يدخلوا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن مع يهود إبن سيم مع بشيء إني واجب دخلنا سويس إلى سمود بعه مسير رسول صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الذي أمر به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. بسبب أن أميتين دياك سين موسى عليه السلام إبن سين عيسى. نعم الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين. هذا الدين كامل لا يستطيع أحد أن يبتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. إن الله سبحانه وتعالى إن أغمى إني جوكب نيانا أنكن سدي منجري همين بدء أتوهين بعو إنسيوسيونا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه والله أعلم. بس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كبرطونينا إن كتان أنونا أمو إن ديا أكن كنيا سين الله سبحانه وتعالى. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق ملحق بشر فمات النبي صلى الله عليه وسلم في ودفن بالمدينة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم تأو أي بمعنى دمتم دخانيا إن أنونا أمو إن دمتم هم مانوسيا بيناسين كوافات مكوافات إن رسول صلى الله عليه وسلم كياكو بلسيا ها مدينة ولد بمكة ثم هاجر المدينة تيك أناك سيها مكة بغوسيتو نجهجر سيها هرب مدينة. نعم لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للابتداع والله أعلم. سبيرة تود كتا نيومغت فالله برسول صلى الله عليه وسلم دي كتن يمكنن أمو إن هنن بعقو ها أغمان يعطو مكنن بدأ. نعم.